السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، موعدنا اليوم مع مكون علوم اللغة ودرس الاستعارة. محاور هذا الدرس هي تعريف الاستعارة، أركان الاستعارة، أنواع الاستعارة، وسنختم هذا الدرس بتطبيقات توضيحية لدرس الاستعارة. أولا نتعرف ما المقصود بالاستعارة. تأملوا معي هذا المثال: جاءت فتاة كالشمس تحمل وردة، ما مضمونها؟ في هذا المثال شبهنا الفتاة بماذا؟ بالشمس. فجاءت فتاة كالشمس تحمل وردة، ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ يسمى أسلوب التشبيه، ويتكون من أركان أساسية. ما هي؟ المشبه هو الفتاة، شبهناها بمن؟ بالشمس، وهي المشبه به. ما وجه الشبه بين الفتاة والشمس؟ هل الفتاة هي الشمس؟ لا، الفتاة فقط تشبه الشمس في صفة مشتركة بينهما، وهي الإشراق. فوجه الفتاة مشرق، إشراقته شبيهة بإشراقة الشمس، وهذا الأسلوب يسمى كما قلت أسلوب التشبيه. والمشبه والمشبه به يسميان طرفا التشبيه، وهما ركنان أساسيان في التشبيه، لا يقوم التشبيه بدونهما. تأملوا معي الجملة الثانية، ماذا نلاحظ؟ جاءت الشمس تحمل وردة. هناك شيء مختلف في هذه الجملة، ما هو؟ فالفتاة هنا ليست موجودة، فقد حذفت. إذن المشبه محذوف، المشبه به وهو الشمس مذكور. جاءت الشمس تحمل وردة، هل يمكن للشمس أن تأتي وتحمل وردة؟ لا، إذن ليس من خصائص الشمس أن تأتي وتحمل الورود. من يقوم بهذه الأفعال؟ الإنسان. إذن هذا يسمى المجاز. فالمجاز ماذا نعني به؟ هو استعمال اللفظ في غير موضع له. فالشمس لا يمكنها أن تأتي ولا يمكنها أن تحمل الورود. وإذا قارنا بين المثال الأول والمثال الثاني ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن في المثال الأول ذكر المشبه والمشبه به، وفي المثال الثاني حذف المشبه وذكر المشبه به، وهذا ما يسمى بالاستعارة. فالاستعارة أصلها تشبيه، لكن حذف أحد طرفيه، فإما أن يحذف المشبه أو يحذف المشبه به. السؤال هنا، ما هو الشيء الذي جعلنا نقول أن هذا الكلام هو مجازي؟ لماذا اعتبرنا أن الشمس وظفت توظيفا مجازيا وليس توظيفا حقيقيا؟ لأن الشمس لا يمكنها أن تحمل وردة ولا يمكنها أن تأتي. إذن ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالقرينة. ما المقصود بالقرينة؟ القرينة هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، واضح؟ فلا يمكن للشمس أن تقوم بهذه الأفعال. فعندما نجد جملة فيها مجاز نجد شيئا يسمى القرينة، وهي التي تمنعنا من إرادة المعنى الحقيقي وتوجهنا مباشرة إلى المعنى المجاز. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الاستعارة هي مجاز، ليست كلاما حقيقيا، وهذا المجاز لغوي علاقته المشابهة. ما المقصود بالعلاقة المشابهة؟ عندما قلنا جاءت الشمس تحمل وردة، فهناك علاقة مشابهة بين المشبه المحذوف والمشبه به، فالفتاة تشبه الشمس في الإشراق، هذا ما يسمى علاقة المشابهة. والاستعارة في الأصل تشبيه حذف أحد طرفيه كما شرحت قبل قليل. فالمثال الأول هو تشبيه والمثال الثاني هو استعارة. لماذا؟ لأن حذف أحد طرفي التشبيه الذي هو في هذا المثال المشبه. لتتضح الصورة أكثر نمر إلى الأمثلة الموالية. نعيد المثال الأول، أطلت الشمس تحمل وردة. قلنا نحن شبهنا الفتاة بماذا؟ بالشمس، وقلنا أن القرينة التي منعتنا من إرادة المعنى الحقيقي هي كلمة تحمل وردة. إذن المشبه يسمى المستعار له، المشبه يسمى المستعار له، أي الذي استعرنا له الصفة، استعرنا صفة الإشراق من الشمس وأسندناها إلى الفتاة، ويسمى المشبه بالمستعار له. ما هو الشيء الذي استعرنا منه هذه الصفة؟ هو الشمس، فالمستعار منه هو الشمس. والقرينة هنا
تحمل وردة. لاحظوا معي المثال الثاني، عضنا الدهر بنابه. هل يمكن للدهر أن يعض؟ هل الدهر يحمل له ناب؟ ما هو الدهر؟ أو هو الزمن؟ إذن شبهنا الدهر بماذا؟ بالحيوان المفترس. إذن المستعار له الذي استعرنا له الصفة هو من؟ هو الدهر. واستعرناها من من؟ من الحيوان المفترس. هل ذكر الحيوان؟ حدث. ما هي القرينة التي جعلتنا نقول أننا أمام معنى مجازي وليس معنى حقيقي؟ هو كلمة عضنا وبنابه. نمر إلى المثال الثالث، طلع البدر علينا. هذه الكلمة نسمعها مرارا وتكرارا وكلنا نعرف أن المقصود هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله الناس وقالوا طلع البدر علينا، فهم لم يقصدوا البدر الحقيقي وإنما قصدوا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن شبهنا الرسول بمن؟ بالبدر. إذن المستعار له محذوف وهو الرسول، والمستعار منه هو البدر. لكن ما هي القرينة التي جعلتنا نقول أننا أمام معنى مجازي وليس معنى حقيقي؟ تأملوا معي، هل يمكن أن نقول طلع؟ هل يمكن أن نقول علينا؟ فطلع وعلينا حقيقي، لأن الفعل بالفعل البدر يطلع ويطلع علينا. فكيف سنصل إلى القرينة؟ القرينة هنا تفهم من سياق الكلام. واضح؟ ما معنى تفهم من سياق الكلام؟ فالقرينة هنا ليست عبارة عن كلمة توجد في الجملة، وإنما قرينة سياقية مقامية تفهم من مقام الجملة، كأن يكون هناك اتفاق واضح وسياق محدد من خلاله نتعرف أن الكلام الذي نحن بصدده ليس كلاما حقيقيا وإنما كلام مجازي. إذا القرينة يمكن أن تكون كلمة تسمى قرينة لفظية، ويمكن أن تفهم من سياق الكلام وتسمى حالية مقامية. إذن نستنتج أن الاستعارة لها أركان محددة. ما هي؟ المستعار له هو المشبه، المستعار له هو الذي استعرنا له صفة معينة، المستعار منه وهو المشبه به وهو الذي استعرنا منه الصفة. وآخر ركن هو القرينة، والقرينة قد تكون لفظية أو حالية مقامية، والأكثر تداولا واستعمالا في الامتحانات الجهوية هي القرينة اللفظية. نمر الآن إلى أنواع الاستعارة. تأملوا معي المثال الأول، تبتسم الأرض في الربيع. أيعقل للأرض أن تبتسم؟ لا. من يبتسم في حقيقة الأمر؟ الإنسان. إذن نحن شبهنا الأرض بالإنسان، إذن المستعار له هو الأرض، الذي استعرنا منه الصفة هو الإنسان. هل ذكر؟ محذوف. ما الشيء الذي جعلنا نقول أننا أمام كلام مجازي وليس حقيقي؟ هو كلمة تبتسم، لأن الأرض لا يمكنها أن تبتسم. يدرسنا البحر، يدرسنا أستاذ معرفته شاسعة كالبحر، هذا هو أصل الجملة، لأننا قلنا أن الاستعارة هي في الأصل تشبيه حذف أحد طرفي. إذن عندما قلنا يدرسنا البحر فالبحر لا يمكنه أن يدرس. من يدرس؟ الإنسان. إذن نحن شبهنا الإنسان بماذا؟ بالبحر. إذن المستعار له، هل ذكر الإنسان هنا؟ حذف. المستعار منه هو البحر. إذن إذا تأملنا الخطاط الماثلة أمامكم نلاحظ ماذا قلنا عن الاستعارة؟ قلنا أنها تشبيه حذف أحد طرفي. لاحظنا في المثال الأول حذف ماذا؟ المستعار منه. المستعار منه هو من؟ هو الإنسان، واحتفظ بشيء يدل عليه اللي هو يبتسم. يدرسنا البحر، هنا ماذا حذف؟ حذف المستعار له اللي هو الإنسان. إذن نلاحظ أن الاستعارة إما أن يحذف فيها المستعار منه أو يحذف منها المستعار له، لأن واحد من هذين الركنين يجب أن يحذف، إما المستعار له وإما المستعار منه. وتبعا لذلك نستنتج أن الاستعارة تنقسم إلى نوعين. أول نوعين يسمى الاستعارة المكنية. ماذا نعني بالاستعارة المكنية؟ هي التي يحذف فيها المستعار منه. ليسهل عليكم الأمر، نحن اتفقنا أن جملة الاستعارة يحذف فيها إما المستعار له أو المستعار منه. إذن نركز على هذا، المستعار منه. فإذا حذف المستعار منه تسمى استعارة مكنية، وإذا ذكر المستعار منه تسمى استعارة تصريحية.
فالمثال الأول استعارة مكنية، ويدرسنا البحر استعارة تصريحية. لتتضح لكم الصورة أكثر نمر إلى التطبيقات، والسؤال هو: حدد أركان الاستعارة في الجمل الآتية محددا نوعها. تأملوا معي قبل أن أعطيكم الأجوبة، تأملوا معي الجمل. دائما عندما يطلب منكم تحديد، يعني إما استخراج من النص جملة استعارية، أو يطلب منكم جملة وأنتم تحددون أركانها، يجب أولا قراءتها وفهمها. المثال الأول: تبتسم الأرض في الربيع. نعم، شرحناه سابقا، لا يمكن للأرض أن تبتسم. من يبتسم؟ الإنسان. دائما نحاول أن نتحاور مع الجملة لنحدد أركانها. إذا شبهنا الأرض بمن؟ بالإنسان. زارنا القمر في الربيع، هل يمكن للقمر أن يأتي ويزورنا في الربيع؟ نحن من زارنا في الأصل؟ زارنا الإنسان. إذن المستعار له في المثال الأول هو الأرض، المستعار منه هنا محذوف اللي هو الإنسان. القرينة هنا تبتسم، وهي قرينة لفظية. نوع الاستعارة مكنية، دائما ننظر إلى المستعار منه، إذا حذف مكنية، إذا ذكر تصريحية. زارنا القمر في الربيع، إذا جاء فصل الربيع وجاءت فتاة جميلة كالقمر، فهذا هو المقصود بالجملة، فشبهنا الفتاة بالقمر. فالمستعار له محذوف، المستعار منه مذكور هو القمر، القرينة زارنا، لأن الربيع لا القمر لا يزور، الإنسان هو الذي يقوم بفعل الزيارة. ونوع الاستعارة هي تصريحية، لماذا؟ لأن صرح فيها بلفظ المستعار منه. المثال الثالث: رأيت العداء يطير بسرعة في حلبة السباق. رأيت العداء يجري بسرعة في حلبة السباق، لو قلنا الجملة بهذه الطريقة كان يكون كلام حقيقي، لكن كلمة يطير غيرت المعنى تماما، لأن لا يمكن للإنسان أن يطير. من يطير؟ الطيور. إذا شبهنا العداء بالطيور، بطائر، فالمستعار له هو العداء، يعني هو المشبه، المستعار منه محذوف، والقرينة يطير، وهي استعارة تصريحية. سكت، المثال الرابع: سكت الغضب. هل يمكن للغضب أن يسكت؟ من يسكت؟ الإنسان. إذا نحن شبهنا الغضب بالإنسان، والمستعار له هو الغضب، المستعار منه محذوف، القرينة سكت، وهي قرينة لفظية، ونوع الاستعارة مكنية. المثال الخامس: قال الشاعر: إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المنية هي الموت، حين يحين وقت الموت لا ينفع ولا دعاء ولا طلب ولا رجاء، لأن الموت قضاء، فعندما يصل وقت الموت لا يمكن أن نتأخر ولو ثانية. الشاعر يقول: إذا المنية أنشبت أظافرها. من الشخص الذي له أظافر ويقوم بهذا الفعل؟ هي الحيوانات المفترسة. إذا شبه الموت بحيوان مفترس ينشب أظافره ليقتل فريسته. إذا المستعار له هو المنية، المستعار منه محذوف، القرينة هي أنشبت، وهي كما لاحظتم لفظية، نوع الاستعارة مكنية. قال الشاعر: تعجب الليل منها عندما برزت، تسلل النور في عينيه عيناها. فلا يمكن للليل أن يتعجب. من يتعجب؟ الإنسان. إذا شبهنا الليل بالإنسان، فالمستعار له هو الليل، المستعار منه محذوف، القرينة تعجب، وهي أيضا لفظية، نوع الاستعارة مكنية. المثال السابع والأخير: قال الشاعر: إذا السعادة لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. السعادة، هل السعادة تلاحظ؟ من يلاحظ؟ الإنسان الذي يقوم بفعل الملاحظة وله عيون. إذا السعادة لاحظتك عيونها، السعادة هي شيء مجرد، هو إحساس، ليس شيئا ملموس، ليس له عيون، لا يمكن أن يقوم بفعل الملاحظة. إذا شبهنا السعادة بالإنسان. إذا المستعار له والسعادة، المستعار منه محذوف، القرينة لاحظتك، وهي لفظية طبعا، ونوع الاستعارة مكنية. إذا نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الاستعارة الأكثر شيوعا هي المكنية، وبالنسبة للقرينة الأكثر استعمالا هي لفظية، حالية ليست متداولة بشكل كبير جدا. وبهذا نكون قد أنهينا درس الاستعارة،
وأسأل الله أن تكونوا قد استفدتم وفهمتم مكونات الدرس. وإذا أعجبكم هذا الدرس أتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وفي انتظار ملاحظاتكم وتعليقاتكم، بالتوفيق للجميع وشكرا لكم.